انضم الينا الان كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من فرع الجزيره. كريم اهلا بيك. ليك يا فيروز طبعا وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان لليوم الثاني طبعا على التوالي، والندوات الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي لشرح بعض الامور الخاصه بلائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وايضا بعض الوجوه المختلفه طبعا في اللائحه الاسترشاديه الصادره من اللجنه الاولمبيه. لكن قبل ما نتطرق طبعا لبعض الامور الخاصه باللائحه، يسعدنا طبعا في هذه اللحظات يكون معانا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء، طبعا عايز ارجع معاك امبارح، يمكن كان ندوه رائعه ومميزه وكان فيها استفاده كبيره جدا في الشيخ زايد، والنهارده كمان اليوم الثاني على التوالي بالنسبه للندوات، توعيه كبيره مطلوبه من مجلس اداره النادي الاهلي، وفي اعضاء يمكن كتير جدا قروا اللائحه واستفادوا بشكل كبير جدا فيها وبيحاولوا يناقشوا بشكل مميز. قول لي النهارده شايف الندوات دي من وجهه نظرك شايفها ازاي من مجلس اداره النادي الاهلي؟ شوف حضرتك، هو اللائحه موجوده في النادي، يعني سواء هنا او في الشيخ زايد او في مدينه نصر، الناس بتقراها. في بعض التساؤلات، لان في حاجات ممكن يكون يعني اللي بيقراها مش متعمق قوي في اللوائح فبيبقى عايز يستفسر. الحقيقه امبارح الاسئله كلها كانت مفيده جدا للاعضاء، في حاجات كانت غايبه عنهم يعني الباشمهندس محمود طاهر وضحها، وبالتالي الندوات دي اللي عنده استفسار او عنده اي تساؤل في اللائحه او في حاجه، ما هو برضو احنا بشر طبعا، جايز يكون في حد هيضيف حاجه، ما فيش ما يمنع يعني الاعضاء او حد ان الناس اللي عايشه في جوه النادي في الجنينه ممكن يبقوا يضيفوا حاجه، فهي مفيده اعتقد للاعضاء جدا جدا، وفي نفس الوقت تقارب مع مجلس الاداره، الناس تفهم مجلس الاداره بيفكر ازاي، رئيس مجلس الاداره بيفكر ازاي. وهي في الاخر وفي الاول الموضوع كله معمول لصالح النادي، مش لصالح المجلس دلوقتي او اللي جاي او اللي بعديه، لا هو لصالح الاعضاء، ولذلك هم لابد هم نفسهم يجوا يقرروا اللي هم عايزينه، يقرروا لائحتهم، ما حدش يحط لائحه للنادي الاهلي ايا ما كان. يعني زي ما كلنا عارفين انه اول لائحه لينا سنه 1909 اللي ما كانش فيه لائحه في مصر، ما فيش اي حاجه. فاعضاء النادي الاهلي لابد انهم يحضروا ندوات ويحضروا ان شاء الله في التصويت باذن الله. كمان من خلال يمكن لقاءاتنا مع الاعضاء، يمكن الاعضاء على وعي كبير جدا وبيقولوا ان النادي الاهلي يومين ده تيسير على الاعضاء وغير مخالف للقانونين واللوائح، وكمان يمكن حق الجمعيه العموميه وحق الاعضاء ان هم يوضعوا لائحتهم الاساسيه، وده اكيد حق يعني لعضو النادي الاهلي. انت بتقرا ازاي ده يا ست اللواء؟ هو الحقيقه انا بس مستغرب شويه من حاجه، يعني هو المفروض ان الدوله كلها ماشيه نحو تيسير على المواطنين. طب انا بيأثر على اعضائي، هي مشكله فين؟ او مين هيضار من ان انا اعملها على يومين عشان تقدر الناس كلها تحضر؟ انت كلفتني ب 12500 ماشي حاضر، انما سيبني بقى ياثر على اعضائي، سيبني ان الناس اللي ساكنه في مدينه نصر ما تلزمهمش ان هم لازم يجوا لغايه الجزيره يوم الجمعه ويبقى ال 12500 في منطقه مروريه زي ما حضرتك عارف عامله ازاي؟ طب انا بيأثر على الناس دي، طب انت ايه اللي يدير؟ مش مهم مين اللي مضار بقى او يدعي انه مضار، لا يعني انا برسل اعضائي، فبعتقد ان ده حق لاعضاء النادي الاهلي مش حق لينا، حق لاعضاء النادي الاهلي عليا وعلى مجلس ادارتي ان احنا نيسر لهم نقدم لهم كل التيسيرات. احنا بالنسبه لنا جوه الاماكن التصويت بنحاول نيسر على قد ما نقدر، او يعني حطينا كل الظروف اللي تسمح للعضو ان هو يخش ويخرج بسهوله، انه يصوت بسرعه، انه ما يتاخرش، عايز يمشي يمشي. طب انا مش فاهم هو ايه الخطا في ده، مش قادر افهمه، يعني انا من لغايه دلوقتي مش فاهم. وطلبنا لو في نص قانوني بيقول ان انا ما اقدرش اعملها على يومين، احنا خلاص حاضر على يوم واحد، بس ما عنديش نص بيقول كده. اذا في نص قانوني بيقول ان مدينه نصر دي فرع، حد يطلعه لي، لان انا عندي جواب من 2015 بيقول ان مدينه نصر والجزيره سواء مقر واحد. طب فين المشكله؟ انا مش عارف فين المشكله الحقيقه. اخيرا يمكن لو بكلمك على اعضاء الجمعيه العموميه 25 و26، الوجود مطلوب الموافقه ورفض، لكن لابد طبعا من التواجد، واللي انا بقول لك عليه ان الوعي الكبير لدى اعضاء النادي الاهلي ده اللي بنار عليه يا سياده اللواء. بص حضرتك، هو النادي الاهلي كله هو كيان واحد، سواء فرق رياضيه سواء اعضاء. عايزك كده بس زي ما الناس بتتكلم في الكوره والدقيقه 89 والدقيقه 90، هي دلوقتي بقت الدقيقه 121، ده انجاز اخر يعني. هو ده نفس وضع الاعضاء النادي الاهلي، لما بيحسوا ان ناديهم محتاجهم ما بيتاخروش، وانا شخصيا براهن على اكتر من 12.5، يعني انا براهن على ده ان اعضاء النادي الاهلي لا بدل النادي محتاجهم لا هتلاقيهم موجودين. زي الانتخابات اللي فاتت كان قربنا على 20000، لان الناس جايه عايزه تقول رايها، عايزه انها تختار ناس معينه يعني لهم وجهه نظر معينه، وبالتالي هم هيجوا، لانه مش ما حدش هيفرض عليهم لائحه تتغير كل نص ساعة، لأن اللائحة الاستشارية برضه عشان دي نقطة خطيرة جدا.
انها لو طبقت هتبقى دي لائحه النادي الاهلي اللي هو في اي وقت عايز يغير فيها حاجه غيرها، وحضرتك هتشربها. ارجوكم تعالوا الجمعيه، احضروا الجمعيه وحددوا مصيركم ومصير ناديكم. الناس اللي موجوده دلوقتي ماشيه بكره، كلنا ماشيين بكره بعض، وفي ناس ثانيه جايه، لكن هنطلع من مكاتبنا ننزل نقعد في الجنينه، لينا حقوق وانتوا لكم حقوق، تعالوا خدوها، انتوا تاخدوا حقوقكم. كمان يا سياده اللواء، يمكن في عايز ارجع تاني لزايد، كان في يمكن الاسئله كمان الموجهه والناس اللي كانت بتشرح، وعي كبير جدا من اعضاء الشيخ زايد وكل طبعا اعضاء النادي الاهلي، اعضاء وحيدين، ما فيش حاجه اسمها الشيخ زايد ومدينه نصر والنادي الاهلي الجزيره، لكن يدل على اول يوم في الندوه في وعي كبير وفي شراسه كمان في الكلام، لان الناس بتدافع عن حقوق النادي الاهلي من وجهه نظر اعضاء النادي الاهلي. اه بالظبط. وبعدين هي برضو يعني حضرتك تاخدنا في حته ثانيه، انه برضو ما هو الضرر في حق اعضاء الشيخ زايد بعد حصولهم على حكم قضائي ان هم لهم حق التصويت؟ معرفش هو الضرر ده هيقع على مين. طيب انت عايزني حضرتك ان انا اخالف الحكم القضائي، طب حضراتكم ما خالفتوش الحكم القضائي ليه وحليته مجلس اداره؟ طيب ما هو ليه الاستقرار ما كنتش حليت مجلس اداره ده اللي جه منتخب باغلبيه مطلقه؟ طب انت حليته ليه؟ بتنفذ الحكم القضائي على عيني وراسي ماشي، واحنا نمتثل لده. طب وانا دلوقتي ما نفذتش الحكم ليه؟ اللي مش عايز ينفذ الحكم يبعت جواب رسمي ويتحمل مسؤوليته قدام الدوله، لكن طول ما انا عندي حكم قضائي انا عندي جواب برضه من مدير الشباب الرياضي بيقول نفذ الاحكام القضائيه، انا هنفذها. فمش عارف ازاي يبطل برضه انه اعضاء الشيخ زايد لما يعني يبقى لهم حق التصويت ان ده هيبطل الجمعيه، على اساس ايه؟ مش عارف برضه. اشكرك طبعا ست اللي هو، كل تمنياتنا طبعا بالتوفيق لاعضاء الجمعيه العموميه لاختيار لائحتهم الاساسيه الخاصه بالنادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبرضه تاني اعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، من فضلكم احضروا انتوا اللي تحددوا مصيركم جوه النادي. شكرا. كل الشكر طبعا.